ومكملين معاكم فقراتنا الطبية من طبيب البلد، وهنتكلم دلوقتي عن مرض السمنة. السمنة مرض معقد وهو بيتضمن وجود زيادة مفرطة في الوزن، لكن السمنة مش مجرد مصدر القلق بشأن المظهر الجمالي الخارجي بس، وهو كمان سبب لأكثر من 46 مرض معرض ليها مريض السمنة يوميا وفي كل ساعة. إهمال مريض السمنة في صحته بيسبب مشاكل صحية كتير بتزيد من عوامل الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى. زي إيه؟ زي مرض القلب، زي مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، وأنواع معينة كمان من السرطان لا قدر الله. العديد من الأسباب خلف مواجهة بعض الأشخاص للصعوبات في تجنب السمنة. بتنشأ السمنة عادة من خلال الجمع بين عدد من العوامل الوراثية مع خيارات البيئة المحيطة والنظام الغذائي اللي بيتبعه الشخص وغيره من الأسباب اللي ما لا نهاية لها. خلينا نطرح لحضراتكم النهاردة تقرير عن حالة حبت إن هي تتخلص من السمنة وقدرت تحط رجليها على أول السلم، وأخدت القرار مع دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير طب عين شمس. ابقوا معنا. مركز الأستاذ الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة. تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، وجراحات السكر، وجراحات تنسيق القوام، كل العمليات تجرى بالمنظار. اختيارنا لأكبر مستشفيات في مصر، مجهزة بأحدث غرف العمليات على أعلى مستوى. الأستاذ الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، زميل الكلية الملكية لجراحين لندن، عضو كلية الجراحين الأمريكية. مشوار طويل من الخبرة في عالم جراحات السمنة. الأستاذ الدكتور كريم صبري الحاصل على شهادة الجودة العالمية في مجال جراحات السمنة من مؤسسة الـ SRC. حواس محمد عمورة، سني 52، الوزن 110، من ليبيا، قريب في 30 سنة والله، يعني قريب يعني من وانا صغيرة، واش ما نزيد في السن. حاولت اني ندير الدايت لكن ما نفعش، وقربت قعدت ندير في يقولوا لها رجيم كيميائي بشربة الكرنب وحاجات هيك بعيدة على النشويات خالص، شوية نقص شوية وما عادش وليت يعني زي قبل وأكتر، ما نفعش يعني. لا لا، هو ده الرجيم ده جربته وما حسيته ما عادش يمشي معي أي رجيم، يعني متعباني، متعبت لي رجلي مش قادرة أتحرك وشماله، يعني خلاص يعني حركتي بتقل، جاية وقع في حوضي وفي رجلي، مش قادرة معنا بتحرك، مشيتي قليلة، خروجي قل، ولما بنمشي خطوتين بتعب ونازل على رجلي، حتى حركتي في البيت صعبة. عرفته في ليبيا من خلال التلفزيون، وجيت هنا لمصر لأقاربي شافوا قالوا لي في التلفزيون يتابعوا فيه وتشكروا لي فيه واتصلنا به والحمد لله، قابلته قال لي ما فيش مشكلة وهعمل لك عملية تكميم والحمد لله إن شاء الله خير، ربنا يخليه ويكرمه ويوفقه. أستاذة عواطف من ليبيا، هي 110 كيلو، احنا هنعمل لها عملية تكميم معدة بالمنظار. الحقيقة طبعا هي عندها مشاكل في المفصل يعني بتاع الحوض، وعندها صعوبة في الحركة، وبالتالي تكميم المعدة بالمنظار هي من أنسب العمليات اللي هي بتنزل الوزن.
في الاوزان دي يعني. طبعا في اوزان ثانيه اكبر شويه فوق ال 150 او 200 كيلو، محتاجين تحويل مسار معده مصغر، تحويل مسار معده كلاسيكي، كل العمليات دي بتبقى مناسبه للاوزان الاكثر يعني صعوبه شويه في انقاص الوزن. تكميم المعده بتشتغل بطريقه ان هي بتقلل كميه الاكل، بتزود الشبع، بتقلل الجوع، وبالتالي انقاص وزن بصوره فعاله دون التاثر على يعني الامتصاص العام. وكمان بقى ده ينفع في الناس اللي هم البنات اللي هم صغيرين او الصبيان الصغيرين اللي هم محتاجين نمو من 11 سنه لحد 20 سنه. دول طبعا بتبقى تكميم المعده من اخف العمليات اللي احنا بنعملها في السن الصغير، يعني حفاظا ان هو طبعا ما بيقدروش ياخدوا فيتامينز لفترات كبيره، واحنا مش عايزين ناثر على الامتصاص بصفه عامه لبعض العناصر اللي بتبقى محتاجينها في النمو. وبالتالي تكميم المعده تنفع في السن الصغير، تنفع في السن الكبير، في الاوزان اللي هي المتوسطه بتنزل الوزن بصوره فعاله. تكميم المعده كمان بتنفع في الناس اللي هم عندهم سكر بقى له 5 سنين ماشي على اقراص. السكر يعني يكون مش عنيف، يعني السكر من النوع الثاني اللي هو المتقدم اللي هو بياخد انسولين بجرعات عاليه ودخل في مضاعفات شديده زي مثلا مشاكل في الاطراف، الكلى الشبكيه، وبياخد انسولين بجرعات عاليه، طبعا تحويل المسار بتبقى هي العلاجيه والافضل من تكميم المعده كمان في الناس دول اللي هم عندهم ظروف مختلفه او مرض سكر متقدم دخل في مضاعفات شديده. تكميم المعده طبعا بيتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى، يعني ترجع لنشاطك الطبيعي بعد يوم او اثنين من اجراء العمليه. في ناس طبعا ممكن تقعد اقل من كده، ناس تقعد اكتر من كده بفتره قصيره وتنزل نشاطها الطبيعي. بنقعد بقى 10 ايام بقى على حاجات مايله للسوائل، وبعد كده بنكمل 20 يوم بقيه الشهر على اكل بسيط. بعد الشهر ما ينتهي بنبتدي نرجع لاكل البيت الطبيعي اللي هو المعتاد. الرساله اللي احنا عايزين نوصلها النهارده من العمليات، يعني احنا بنحطكم في رياليتي اهو، عايزين نوريكم يعني ايه اللي بيحصل قبل العمليه كتجهيز. احنا بنعمل ايه اثناء العمليات، ما بعد العمليه ايه اللي احنا بنعمله، بنوصل يعني وضع العيان بيبقى عامل ازاي او بيرجع لنشاطه الطبيعي ازاي. بس وان شاء الله نوريكم عمليات كتيره مختلفه ما بين تحويل مسار، ما بين تكميم معده، عمليات اصلاح لجراحات سمنه سابقه، نوريكم برضو حالات مختلفه. وعلى نهايه اليوم كده ان شاء الله نكون معاكم تاني ننقل لكم كل الناس اللي عملت عمليات النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. الحمد لله متمشيت شوية، حس الحمد لله في الأول هيك واجعني لكن أترك روحه تو الحمد لله. تمشيت وشربت شوية ياسون، والله ما شاء الله ربي يحفظه الحق، بسم الله ما شاء الله ويحفظه لشبابه ويخليه يا رب.
اهلا بيكم. بنطمنكم على مدام عواطف، هي عملت عمليه تكميم معده. يعني احنا بنشوف يعني النهارده حالات مختلفه، مختلفه في الاوزان، مختلفه في الاعمار، يمكن كان من ضمنهم مدام عواطف. الحقيقه طبعا هي عملت عمليه تكميم معده بالمنظار، فتحات صغيره جدا. هي يمكن وقت قصير بتقضيه في مصر عشان تعمل عمليه ومسافره تاني. احنا يعني يفضل ان احنا نعمل العمليات وننتظر يومين ثلاثه ما بعد العمليه، بعد اجراء الفحوصات اللي يعني بنعملها زي الاشعه المقطعيه اللي بنطمن بيها على سلامه العمليه وسلامه الناس اللي هي عملت العمليات ما قبل السفر. لكن احنا لو في مصر عندنا احنا بنعمل عمليه بنخرج بعد 12 ساعه، بنروح بيتنا بنقعد يوم وبعد كده بننزل نشاطنا الطبيعي لان احنا موجودين حواليكوا يعني. لكن اذا كنت مسافر بره المفضل يعني يومين ثلاثه على الاقل تستنى في مصر، مش لازم تقعدهم في المستشفى لكن تنتظر بعد اجراء عمليه تحويل او تكميم يومين او الافضل ثلاث ايام ما بعد اجراء العمليه. ويفضل طبعا عمل اشعه مقطعيه بالصبغه ثلاثيه الابعاد للاطمئنان على المعده وابعادها. عمليه تكميم المعده من العمليات القويه في انقاص الوزن، القويه في علاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه زي مرض السكر من النوع الثاني. اذا كان السكر اقل من 5 سنين، اذا كان السكر خفيف يعني بناخد اقراص او جرعات قليله من الانسولين، طبعا عمليه تكميم المعده هي فعاله جدا. علاج برضو الكبد الدهني اللي هو بسبب زياده الوزن بيعالجه كويس جدا. الدهون الثلاثيه اللي هي بصوره مرضيه، الوزن الكتير اللي هو بيبوظ المفاصل في السن الكبير، او حتى والله احنا شفنا يمكن اوزان كبيره في سن صغير اللي هو ثلاثينات ومحتاجين تغيير مفصل. يعني هو مش لازم نوصل لبقى 60 سنه عشان نبتدي نعمل عمليه، لا خالص. يفضل اجراء العمليه اذا كان الوزن الزائد كاسر يعني كتله 35، او يعني الوزن على مربع طول، او يعني الوزن على الطول على طول مره كمان بيطلع رقم اكتر من 35، ده في نطاق الناس اللي بتعمل عمليات السمنه المفرطه. عمليات بسيطة، احنا رسالتنا النهارده يعني بنصور حالات كتيرة مختلفة، مختلفة في الأعمار، مختلفة في الأوزان، مختلفة في العمليات، يعني ما بين عملية تحويل مسار معدة كلاسيكية، تحويل مسار معدة مصغر، تكميم، عمليات إعادة لإصلاح فشل جراحات سابقة، بالون معدة. فيعني شفنا حالات كتيرة النهارده، إن شاء الله هينقلوها لحضراتكم يعني في حلقات قادمة بإذن الله. رسالتنا احنا بنوصل رسالة إن عملية السمنة من العمليات الآمنة اللي ما فيهاش مشاكل، يعني وقت قصير بتحضر فيه، بتعمل عمليه في وقت قصير برضو، بتخرج ساعتين بتشرب بتتحرك، بتخرج بعد 12 ساعه من العمليه من المستشفى، تقعد يوم في البيت وتنزل تمارس نشاطك الطبيعي ما بعد اجراء عمليه التكميم او التحويل. تكميم المعده بتشتغل بطريقه بسيطه جدا، هي احنا بنشيل جزء من المعده بيتبقى جزء صغير، الجزء اللي اتشال بيبقى فيه معظم هرمونات الجوع اللي هي تقريبا 80% من هرمونات الجوع. بيتبقى جزء صغير من المعدة بناكل فيه، بنشبع بسرعة، ما بنجوعش إلا على فترة كبيرة، وبالتالي إنقاص وزن بصورة صحية سليمة أنصح بيها لإنقاص الوزن في مختلف الأعمار، مختلف الأوزان، ومختلف الحالات الصحية المختلفة. نشوفكم إن شاء الله في حالات جديدة وننقل لكم عمليات كثيرة بإذن الله تطمنكم إنه عمليات السمنة من العمليات الآمنة تماما. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. الأستاذ الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، زميل الكلية الملكية للجراحين لندن، عضو كلية الجراحين الأمريكية. مشوار طويل من الخبرة في عالم جراحات السمنة. الأستاذ الدكتور كريم صبري الحاصل على شهادة الجودة العالمية في مجال جراحات السمنة من مؤسسة الـ SRC.